سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. مبروك عيدكم، كي دوزتوا العيد نتمنى تكونوا دوزتوه بخير وقبل العام الجاي ان شاء الله باش منيتو. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الوصفه، واحد البلا ديال اللحم في الفران، وندوزو المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هاد البلا كنحتاجوا القطع ديال اللحم على هاد الشكل. كان بالنسبه للعطريه كنحتاجوا هنا عندي العطريه ديال المشاوي كتجي على هاد الشكل، تلقاوها عند العطاره. واللي ما عندوش هاد العطريه يقدر يستعمل الكمون، قزبر يابس، التحميره. كنحتاجوا البصله بودر حتى هي كتجي على هاد الشكل، كتجي زوينه في اللحم. كنحتاجو الثومه من السما كتجي على هذا الشكل. اللي ما عندوش الثومه من السما يقدر يستعمل الثومه غبره عاديه. كنحتاجو التحميره، هنا عندي الملحه ديال الهيمالايا. ضروري هاد الوصفات تستعملوا فيها هاد الملحه الهيمالايا، واللي ما عندوش يدير الملحه العاديه، ولكن هاد الملحه كتجي كتلذذ اللحم. وكنحتاجو هنا عندي الزعتر لوريغو، وعندي واحد شويه ديال الزيت عاديه، ما تكثروش حيت اللحم ديجا فيه شحمه. وندوزو نحضرو هاد الطبق. غادي ناخذ شويه ديال الملحه، غادي نضيف التحميره فيمي، غادي نضيف هنا التونه من السما كتجي على هاد الشكل. غادي نضيف البصله كبرى، غادي نضيف هاد العطريه ديال المشاوي. غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، ما نكثروش. وها هو اللحم بعد ما دخلت فيه العطريه مزيان. غادي نضيف الاخير الزعتر باش يبقى مزيان. بالنسبه للحم غادي تخليوه يترقد مزيان، كل ما خليتوه يترقد مزيان كل ما جا يزيد. الاحسن تبيتوه، انا بحال هنا غادي ندخلو دابا الفران، ولكن نتوما من الاحسن تبيتوه ليله كامله باش تخلو العطريه، ومن بعد تدخلوه للفوق يطيب. وغادي نرافقو بواحد المرافقات حتى نشاركهم معكم. دابا خديت البصله على هذا الشكل، غادي نقطعها دي روندال دوائر على هذا الشكل. غادي نستمر في التقطاع وهانتوما معايا. وهي البصله بعد ما قطعتها دوائر غادي نلبسها بالنشا. غادي نلبسها مزيان بالنشا وغادي نقليها، وغادي نرافقها مع اللحم.
هنا خديت لاطا ديال الفران، فرشت عليها بابي كوليسون ونزلت القطع ديال اللحم مشرملين، وغادي نولي نغطي اللحم بابي كويسون ونغطيه بالبابي الومنيوم وندخل البلا الفور يطيب، وحتى تشوفوا اللحم في طبق التقديم. وهنا كانت البصله كتقلى، وهذا هو اللحم من بعد ما خرج من الفران، تحمر مزيان وخد هذا اللون الذهبي. وهذا هو الشكل النهائي ديال اللحم في الفران والبصله مقليه. بالنسبه للحم كيجي فتي على هذا الشكل ولذيذ. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وديروا لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، ورافقت هذا البلا مع كويس ديال الاتاي، والى وصفه جديده ان شاء الله.